بسم الله، مساء الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، متابعي شاشة قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الموعد. جيناكم في الموعد نحمل يعني حلقة مميزة جميلة بمعنى الكلمة. لماذا جميلة بمعنى الكلمة؟ لأنها في هذه الحلقة عبق ورحيق عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي والصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آل محمد. وهنتحدث اليوم عن هذه السيرة العطرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما لها من أهمية. أهمية السيرة النبوية تكمن دائما في أنها هي مهمة للبشرية على نطاق عام، على مستوى عام، وعلى المسلمين على مستوى خاص، باعتبار أنها هي بتساعد كثير من الناس في أمور حياتهم الدينية والحياتية. لما نقول سيرة نبوية معناها بنقصد أنه نتحدث عن وقائع حقيقية حدثت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، برضو لها مميزات إن هي حقيقية وبمصداقية وشفافية تامة. داخل الاستوديو معنا الأستاذة أسماء الشريف على الشنقيطي، هي باحث ومتخصص في السيرة النبوية، بالإضافة إن هي عضو مجلس أمناء جمعية البهاء الخيرية. أهلا ومرحبا بك أستاذة أسماء. مرحبا بك، مساء الخير عليك. مساء الخير لين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير كل مشاهدين فضائية الشروق. نعم، أهلا بك جدا. وخلينا بدءا نتكلم عن هذه السيرة النبوية العطرة، يعني نعرف المشاهد عن السيرة اللي هي أصلا يعني أساسا هو عارفة، لكن الحديث عنها ممتع، والحديث عنها وذكرها في كل ساعة كل سانحة مهم جدا في حياتنا. نتكلم بدءا عن السيرة النبوية العطرة. أستاذة أسماء تفضلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم السادة المشاهدين جميعا على امتداد قناة الشروق، وكل عام وانتم بخير بعياد الاستقلال وعياد الثورة المجيدة، ونصلي ونسلم ومبارك على سيدنا محمد. جماليات السيرة النبوية في أنه المنهج النبوي هو منهج للحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو تطبيق عملي للقرآن الكريم. قالت السيدة عائشة: كان قرآنا يمشي، والرسول عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. أريد أن أفرد في هذه المساحة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء والرسل. إن كان الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الله اتخذ محمدا حبيبا، والحبيب أعظم من الخليل، وأضاف إلى المحبة أنه خليله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني النبي أخذ المحبة والخلة. الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان كلم موسى، فقد كلم موسى من وراء حجب، وكلم النبي عليه الصلاة والسلام من غير حجاب. وإن كان قد رفع إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة، فقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان لم ولن يصله أحدا من بعده ولا من قبله. وإن كان الله عز وجل حين خاطب موسى قال: يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي الحضرة كانت موسى حافي. أما النبي عليه الصلاة والسلام صعد بنعليه إلى قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لذلك قال ابن عباس: بنعليك نعلو يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. إن كان الله عز وجل قد جعل لشيث عليه السلام أن حبست له الشمس حين لاقى الكفرة، فإن الله عز وجل قد حبس للنبي عليه الصلاة والسلام الشمس مرتين. مرة حين أصبح عليه صباح الإسراء والمعراج، وأخبر أهل مكة أن العير قادمة من المقدس وتصلهم قبل مقيب الشمس، فتأخرت العير، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن ينصره، فتوقفت الشمس إلى أن وصلت العير ثم غربت. وروت لنا أسماء بنت عميس أن سيدنا علي بن أبي طالب في أحد الغزوات كان مع النبي عليه الصلاة والسلام واضعا النبي رأسه فوق فخذي علي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جبريل بالوحي، فلم يستطيع سيدنا علي إكراما
للنبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله ورسوله أن يتحرك من مكانه. السلام. فجلس إلى أن كادت الشمس أن تقيم. فلما سري عن رسول الله رفع رأسه واتجه إليه وقال: أصليت العصر يا علي؟ قال: لا يا رسول الله، حبسني ما بك. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال: اللهم ما أخر علي إلا طاعتك وطاعة نبيك، فرجع الشمس لعلي. فرجعت عائدة حتى صلى علي العصر ثم عادت، ثم صلي على محمد اللهم صل وسلم. وقد انشق له القمر يوم أن قال له المشركين: إن كنت نبي الله حقا يا محمد فاجعل هذا القمر البدر الواضح ينشق. فانشق القمر على جزئين، وأين؟ في جبل قبيس، إحدها عن يمين الجبل والأخرى عن يسار الجبل. نعم سبحانه عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. اللهم آمين. وإن كان الله عز وجل قد أعطى نوحا السفينة وأعطاه الطوفان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت له الأرض جميعا سفينة، لأن سيدنا عمر بن الخطاب قال: لم يكن النبي يمشي إنما كانت تطواله الأرض طياء. عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدي أنت يا رسول الله. نعم سيدنا جميعا. لما يعني ذكرنا أنه سيرة نبوية، أنا بتحدث عن السيرة النبوية مفهوم أنه هو علم مختص بيتحدث عن وقائع المصطفى صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية أكيد لهداية البشرية يعني، وزي ما ذكرت أنه مميزاتها وأهميتها كبيرة جدا للبشرية بشكل عام وللمسلمين بشكل خاص. هنرجع نتحدث مرة ثانية عن سيرة المصطفى، لكن أستاذة أسماء علي الشريف الشنقيطي أو أستاذة أسماء الشنقيطي، إحنا حابين نتعرف عليك يعني على سيرتك الذاتية، أنت التربية مع الوالد الشريف الشنقيطي، ونقف مع هذه النشأة والمتميزة يعني في هذا البيت. أول إن شاء الله ما نبدأ بالشناقيط أنفسهم. الشناقيط أو دار الشنقيط منطقة في غرب أفريقيا في دولة موريتانيا، وهم أهل علم ودراية وحفظة كتاب الله ومتحدثين باللغة العربية ومتعمقين في الدين الإسلامي بأسراره وعلومه. الشناقيط في تحركاته في الزمان، يعني أول تحرك لهم كان على القرن 17 تقريبا، ثم توالت حركته في القرن أو منتصف القرن 19. حضوره للسودان كان من أجل الحج، لأن السودان هو أقرب منفذ عبر البحر الأحمر إلى السعودية، المملكة العربية السعودية. فكانت هجرات الشناقيط في القرن 17 وغيره عبر المغرب العربي ثم إلى السودان. أما حين كانت الاستعمار الفرنسي أقلق عليهم طريق المغرب، فأصبح الشناقيط يتحركون من موريتانيا مرورا بمالي ثم النيجر ثم تشاد ثم السودان. عندما كان السؤال انه من موريتانيا الى السودان كيف يعني؟ كانت انا احببت يعني اقدم لك مقدمه عن الكلام بصفه عامه. الوالد عليه رحمه الله تحرك، هو اصلا مواليد 1924 في منطقه في موريتانيا يقال لها شقار الاخضر، وهو نفسه والدته كانت معلم من القران الكريم، كانت حافظة لكتاب الله بالرواية السبع، وعلمت الوالد عليه رحمة الله منذ نعومة أظافره القرآن كاملا بالروايات السبع. ثم حفظ بعدها موطأ مالك، ثم أخذ بالتفاسير والأحاديث والسير، وهذه عادة المجتمع الموريتاني. أن في موريتانيا في ثقافته لابد للطفل من نشأته أن يتعلم القرآن ويتعلم السيرة، وأن الجدات يحفظن أبناء الأبناء وأبناء البنات أساس المتون والفقه والتفسير. فهذه ثقافة عامة في موريتانيا. الوالد عام 1940 التحق بالجيش الفرنسي الشريف علي الأسهر الشنقيطي. جلس في الجيش الفرنسي ما يقارب 3 سنوات، ثم خرج حاجا إلى بيت الله ومعه الوالدة. فلما تجاوزوا حدود موريتانيا انتقلت الوالد إلى الرفيق الأعلى، وواصل هو سيره إلى السودان. جميل. طيب أستاذة أسماء، يمكن يعني دي سيرة
يعني جميلة ومميزة وبتحمل كثير من الأشياء الملهمة بالنسبة لكم، خاصة في بيوت الدين والتصوف وغيرها، ومن موريتانيا إلى السودان عبر عدد من المناطق. يعني كيف تم برضو اللقاء والإخاء في الله مع السادة السمانية أسرة الشيخ برير؟ الوالد عليه رحمة الله حين وصل إلى السودان ونزل في أم درمان عند الشيخ إبراهيم حامد كبير الكوارتة، وعليه رحمة الله رجل كان فاضل ورجل كان صاحب أدب وإكرام لكل الشناقيط، والتحية لأسرته من خلال هذا البرنامج. والتقى حين ذهب إلى الحج التقى بالشيخ الوسيلة الشيخ السماني الشيخ برير عليه رحمة الله، وهو رجل عالم ورجل إمام ورجل مبروك. وتحية أيضا لأسرة الشيخ السماني والشيخ برير على امتداد السودان، وكلهم علماء وإمة وأصحاب خير وبركة وكل البيوت الصوفية. نعم التحية. فالتقى به هنالك وأصبحت بينهم صحبة شديدة، وكان معهم سماني المدينة اللي هو صاحب الطريقة السمانية من المدينة المنورة إلى السودان. فعادوا إلى السودان ودعا الشيخ الوسيلة والدنا لزيارة منطقة شبشة الشيخ برير وزيارة مناطق جبل العارشكول. فلما ذهب الوالد إلى هنالك وبدأ يعني يتداخل مع الناس ويتحدث إليهم ويطرح طرحه من العلم والسيرة والتفسير، وجد أن الناس في حوجة ماسة إلى ما عندهم من علوم. يعني إحنا لما كنا في ما بعد نسأله عن سبب تواجده، إنه أحس إنه الفترة دي السودان في حوجة ماسة للعلوم. فالطرق الصوفية موجودة، ولكن يعني هنالك علوم امتاز بها أهل شنقيط من غيرهم من أسرار العلوم. فأحب الوالد عليه رحمة الله أن ينشر المزيد من القرآن، فكان متنقلا ما بين شبشة الشيخ برير وما بين العرشكول، وقد وجد حفاوة عظيمة جدا واستقبال راقي ومعاملة حببته إلى المنطقة وإلى الناس، وحببوا الناس إليه جدا. فيعني دي الأساسيات بتعرف الوالد بأسرة الشيخ برير. نعم أسرة الشيخ برير. طيب قصة الإقامة معهم والزواج الميمون المبارك من الأسرة الكريمة وثمرة الأبناء يعني والحديث عنهم جميعا. الوالد عليه رحمة الله عرض عليه الشيخ الوسيلة الشيخ السماني وكل الموجودين أنه لابد أن يكون له معه صهر، لابد أن يصاهرهم زيادة في الخير والمحبة بينهم. فتزوج من الوالدة عليها رحمة الله أم الفقرة القسيمة بالشيخ سليم الجعلي. هو والده يعني والد والدتي نفسه هو رجل عالم ورجل شاعر ومادح للنبي عليه الصلاة والسلام ومتحدث لبق، وهو أمي لم يدرس ولكن كان يعني صاحب رؤية ودراية صوفية عميقة. فسبحان الله تزوج من الوالدة وامتدت وازدادت علاقاته بالسودان، وانتقل الوالد وسكن بمنطقة في كردفان وقال لها أم سيالة البولادي. الوالد كان في أم سيالة البولادي، هو العالم والقاضي والمأزون وبنى المسجد وأصبح إمامه وكان تاجر، يعني شمل كل ده يعني نقدر نقول يعني من كل الاتجاهات عليه رحمة الله، وكان مؤهلا لذلك. فهو خطيب بليغ وعالم متعلم فذ وسياسي يعني طبيعة، كان محنك عليه رحمة الله عليه رحمة الله. فصادف أن زار الزعيم الأسهري منطقة مسيالة البولادي ومعه عدد كبير من جماعة الحزب والحزب. فلما بدأت الكلمة كانت للوالد عليه رحمة الله، فما كان من الوالد إلا أن ارتجل قصيدة شمل فيها كل الموجودين بأسمائهم شاعر ومكانتهم شاعر كحال أهل موريتانيا هم أهل الشعر. نعم. فبعد ذلك بدأ حديثا عميقا عن المنطقة، وثم بدأ حديث عن السياسة السودانية، فأعجب الزعيم الأسهري بالبلاغة والفصاحة. أيوة بهذه البلاغة والفصاحة. وكان الوالد وسيم جدا. نعم. كان رجل وجيه عليه رحمة الله. نعم. فأعجب به وزاد الخير أنه كانت بعد ذلك عروض للخيل، فقام الوالد جاء بفرسه وقدم له ما يعرف بموريتانيا بالتكفال.
التكفال دي عادة في موريتانيا إنهم يصعدوا على ظهور الخيل وهم يمسكون السلاح، يصعد واقفا ثم ينزل أسفلها ويصيب شيء والفرس متحرك. كان يعني من عادات أهل موريتانيا تطلب شجاعة كبيرة. أيوة تماما، ومعرفة ودراية. فزاد يعني إعجاب الزعيم الأسري بالوالد. فلما انتهت الجلسة طلب من الحاضرين أن يقابل الشريف علي الأسهري شخصيا. فالتقى به وسأله عن اللغة، فتحدث الوالد كعادته يعني علامية العرب وغيرها وغيرها. فأعجب الزعيم الأسهري وقال له: يا شريف علي، أنا عينتك مسؤولا عن الحزب على امتداد كردفان. وكان الموسم الانتخابي الثاني، فاز الحزب بفضل الله وبركة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم جهود الوالد ومكانته عند الناس، فازوا فوز يعني كاسح على كل من كان منافسا لهم. فبعد المتآمرين رأوا ما رأوا من الشريف علي، بلغوا عنه أنه يمارس السياسة السودانية وهو ليس بسوداني. فألقي القبض على الوالد وأدخل سجن الأبيض. فاتصل الشيخ الوسيل الشيخ سمان الشيخ برير عليه رحمة الله، ذاك الرجل العاقل الصادق عليه رحمة الله، بالزعيم الأسهري، وأخبروا أنه الشريف علي موجود الآن في سجن الأبيض. فما كان من الزعيم الأسهري إلا أرسل عربة خاصة جاءت بالوالد، تم تحويله من سجن الأبيض إلى سجن مدرمان. وجاء الزعيم عليه رحمة الله، رجل ما سهل الزعيم الأسهري، رجل راقي ويعرف قيمة الرجال. فوصل الوالد في السجن وقال له: يا الشريف علي، إن كان هو قالوا لك إنت ما سوداني، أنا إسماعيل الأسهري وأنت علي الأسهري. أعطاه الجنسية باسم الأسرة. لذلك إذا راجعتي في النت تجدي علي الأسهري شقيق للزعيم الأسهري. فالوالد عليه رحمة الله أعطاه الزعيم الأسهري الجنسية باسمه هدية منه، وأصر عليه أن يكون معه في مدرمان. ولكن الوالد كطبيعة الشناغير الذين أحبوا السودان أحب كردفان لاتساع الأماكن وطيبة الناس والخضرة والطبيعة. لكن في الأخير استقر في مدرمان فيما بعد. بسنوات طوال. طيب أستاذة عثمان، نرجع لك أنت مرة ثانية ونتعرف على الدراسة وتلقي العلم الأستاذة عثمان تحديدا بين المدرسة الجانب الأكاديمي والتعليم الديني وتأثير الوالد في ذلك، لأنه واضح تماما يعني مدى تأثير الوالد. يديك العافية إن شاء الله. الوالد عليه رحمة الله منذ نعمة أظافري وأنا أصغر أبنائه وبناته، فكان حريص إني أكون معه بصورة دائمة. كان إذا خرج إلى مجلس علم صحبته، وإذا خرج إلى مجلس سياسة صحبته، وإذا كان اجتماعا عاما صحبته، وإذا كان خاصا صحبته. وهذا يدل على أنه والدي عليه رحمة الله يعطي المرأة مكانها، لأنه الوالد كان ينتهج المنهج النبوي في حياتنا يعني معه، حتى أنه أسماءنا كلنا بأسماء الصحابيات. فأختي الكبيرة هي حفصة للتحية، وهي الآن في أمريكا في كولورادو. تحية عبركم. وأختي الثانية فاطمة للتحية، وعائشة في الرياض للتحية، وخديجة في بحري برضو صافية للتحية، والعزيزة الغالية زينب وهي الأكبر مباشرة للتحية، والتحية لأخونا الكبير محمد الشريف علي الشنقيطي، هو الآن في موريتانيا في نواكشوط. التحية لي ولكل لسه متأثر بمرتانيا. أيوة تماما، هو رجل محترم جدا وراقي. له تحية ولهن أيضا شقيقاتك التحية. أيوة تماما، ولشيخنا الشيخ أحمد الشريف الشنقيط التجاني. هو أخذ سير الوالد يعني في المنهج وفي الطريقة وفي العلم، له التحية من هنا. وأخونا الصغير عبد الرحمن وهو الآن مقيم بالأبيض، له التحية. فأنا كنت أصغر واحدة، وأنا أكثر ارتباطا بالوالد. ويعني كان له تأثير عظيم عليه جدا. فكان والدي عليه رحمة الله منذ أنا صغيرة درسني الشعر العربي، ودرسني القرآن، ودرسني السيرة النبوية بقصص يعني هو يبكي وأنا أبكي. كان والدي إذا حكى عن النبي لا يستطيع أن يمسك دموعه، لذلك يعني تشبعت داخليا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أني متخصصة. أيوة لم يعني إلى الآن أفقه أبعاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بمحبة الوالد
وكان إذا أراد أن يخاطبني عليه رحمة الله خاطبني شعرا. أذكر في أحد المرات إنه في واحدة من صديقاتي جاتني نطلع المساء يعني مع بعض، قالت إنه عندها يعني حفلة في بيت ونزورهم، فقام قال لي يا أسماء إن الحرة لا تسري ليلى. ففهمت أن الوالد لا يحب خروجنا ليلى عليه رحمة الله. وحين اقترب موعد انتقاله عليه رحمة الله وحس بارتباطي الشديد به، كان يروي لي دائما قصة عن صغيرة جاءت تسأل أبيها عن عمها وخالها يعني. فكان الوالد والد البد يقول لها يا بنيتي إن الدهر يلتهم الرجال التهاما. فأعطاني الوالد رسالة مسبقة عن أنه قد اقترب موعده، وكنت إذا كنت جالسة بين مجموعة من أخواتي أو كذا كان ينظر لي ويقول لي يا أسماء، فإذا نظرت له في عيني قال لي أنت سيدة في قومك عليه رحمة الله. فأنشأنا يعني نشأة طيبة دينية صحيحة إن شاء الله. نعم أكيد صحيح. بالنسبة للدراسة ومراحل الدراسة يعني عايزين نتعرف أكثر على الأستاذة أسماء، مراحل الدراسة، زميلات الدراسة، المعلمات ذات الأثر، وبمن تأثرتي من المعلمات يعني، لأنه واضح أنك تأثرتي بإحدى المعلمات في حياتك حتى صرتي معلمة أيضا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة أنا درست في ذلك الزمان الابتدائي في مدرسة الكلاك للقبة النموذجية بنات. نعم. مدرسة كانت رائعة، كانت بقيادة أستاذة آمنة أسأل الله لي أن كانت حية العافية، وإذا انتقلت صلى الله عليه يرحمها يعني كانت امرأة متميزة، وكان في إلا في كوكبة رائعة من الأستاذات. طيب إحنا لأنه الجانب العلمي ده جانب مهم، والمراحل الدراسية مرحلة مهمة في حياتك وذات أثر وطابع كبير جدا على شخصيتك، هنكمل السيرة الذاتية عن المراحل الدراسية بس بعد الفاصل. نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا، فاصل ومن ثم نواصل من جديد في الموعد. رجعنا نتواصل من جديد أكيد مع كل المشاهدين في كل مكان وفي الموعد، واليوم حلقة خاصة مميزة مع شخصية مميزة، تحدثنا عن السيرة النبوية العطرة، وما زلنا نتحدث عن سيرة هذه الشخصية السودانية المميزة واللي بتمتلك عديد من الجوانب المميزة يعني، الأستاذة أسماء الشنقيطي. وذكرناها كان قبل الفاصل عن المراحل الدراسية، عن زميلات الدراسة، عن المعلمات وبمن تأثرت، والمعلمات ذات الأثر الكبير في حياة الأستاذة أسماء. نرجع نكمل هذا الجانب أستاذة. تسلمي ابنتنا لين. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ودرست المتوسطة في مدرسة الشهداء كلاكة للقبة برضو بنات، وفعلا كانت عندنا كوكبة راقية من المعلمات بقيادة أستاذة سعاد، يعني لها تحية، والتحية لأستاذة سعاد الخير من الشخصيات اللي كان لها تأثير شديد علي يعني وإكرام منها. وكان عندي أستاذ برضو له تحية اسمه أستاذ علي السيد علي، وهو كان في اللغة العربية وكان ينصحني دائما بأن أكون في الأماكن اللي يكثر فيها يعني الحديث، إني أنا متحدثة لبقة. كان بيقول لي دائما كده، ويقول لي أضيف إلى السيرة دي الإعلام. فسبحان الله يعني درست الثانوي أيضا هنالك، وهاجرت خارج السودان لدولة قطر الشقيقة وجلست فيها زمن. وأنا من نوع من أظافري كان يعني أهمي الأكبر هو التعرف أكثر على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على نهج الوالد، والحمد لله يعني طلعت على عدد كبير من الكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام وشملت عدة بحوث، وما أنا فيه الآن أنا أعتبره فتح من الله سبحانه وتعالى وبركة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اجتهاد من الوالد عليه رحمة الله ومعه أنا يعني الوضع اللي أنا فيه الحمد لله. نعم. يعني هل في معلمات ذات أثر كبير في حياتك؟ والله وبعض المواهب يعني أيام الدراسة والمراحل الدراسية. والله أنا كنت موهبتي في أيام الدراسة هي إلقاء الشعر. أنا بحب اللغة العربية جدا زي ما أخبرتك إنه الوالد نشأنا عليها. نعم. بطريقة النطق والمخارج دنفعني فيما بعد شديد يعني في الدعوة، إنه لأن الدعوة لازم الإنسان يكون متمكن من مخارج الحروف ويكون عنده خلفية عن اللغة العربية.
فأنا كنت ألقي القصائد، وكنت يعني بقود دائما البرامج الثقافية في المدرسة، وكنت مشهورة يعني معروفة في المدرسة شديد يعني. موهبة واضحة. أيوة يعني. واضحة جدا. نعم. ويعني كان كل ما مشيت لمدرسة من المدارس كانوا يعني بتتلقاني بحفاوة، ويعني بدوني مكانتي، لما يكون في موضوع في المدرسة أو حاجة بيكون لي القيادة فيه. نعم، بيكون لك القيادة، دور فينك بطل. وكان معي صديقات غائدات هن أيضا. التحية لناهد محمد الحسن رئيس اتحاد الأطباء السودانيين، صديقة شخصية. نعم. والتحية لنضال حسن حسين كانت رئيسة اتحاد المرأة وهي أيضا صديقة. والتحية لازدهار حسن سيد وأميرة مرزوق وريم أمين وحفصة. تحية جميلة. أيوة. نعم. والرباب كله لهم تحية. أيوة حفصة أميرة ريم بتختي وصديقتي. نعم. والرباب أيضا بتختي وصديقتي. لهن التحية جميعا يعني في هذه يعني طالما إننا ذكرنا يعني ذكريات. لا أسف لأن في ناس كثيرين احتمال أنا تكوني ما سقطت سهوا، لكن لهن التحية جميعا زميلات الدراسة. الله كانوا زملاء لا ينسوا أبدا يعني. نعم. طيب أستاذة أسماء، التعليم يعني الجامعي والحديث عنه. أنا درست أكثر شيء المعاهد الدينية خارج السودان، ثم حين عدت إلى السودان ركزت على أن أربط السيرة، لأن أنا خلاص أكملت الحمد لله دراسة السيرة كاملة وسير الأنبياء كاملة على ظهر قلب بفضل الله وبركة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لابد لي من يعني إضافة واضحة مع السيرة. السيرة لا تكون إلا بالإعلام. لذلك حرصت على أن أكون طالبة من طالبات كلية الإعلام بعد انتهائي من دراسة السيرة النبوية. ويعني لازلت أدرس في الإعلام إلى الآن لعلمي التام أن السيرة أفضل طريقة لبثها ومنهجتها للجميع هي عبر كل القنوات الفضائية أو الإذاعية أو مواقع التواصل الاجتماعي، فلا بد من دراية بأساسيات هذه الأشياء حتى تدخل السيرة في المدخل الصحيح. نعم، نحتاج ذلك. نعم. تمام. أكيد ده بدعمكم وعونكم الكبير في 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 نشر هذه الثقافة المهمة. يعني الحمد لله. إن شاء الله. الثقافة الدينية يعني الروحية. أستاذة أسماء، التربية الروحية وأثر الاجتماعي يعني خاصة التصوف الإسلامي، وكيف أنه يكون عنده يعني دور بالنسبة للمرأة؟ أول حاجة ومن أجمل الأشياء في المجتمع السوداني اللي استقطبت أهل الشناقيط ذاته للسودان هي الروح الصوفية العذبة الراقية في السودان. السودان مجتمع محافظ نشأ على السجادات الصوفية. الشيخ هو صاحب المكانة وهو البحل الضايقة. نعم. وهو اللي بيحل المشاكل. صحيح. وهو المرجع. والمرأة السودانية كأحد المكونات الهامة في المجتمع السوداني تأثرت تأثر عظيم بالصوفية. فالمرأة السودانية تتميز بالأدب وتتميز بالكرم وتتميز بالحياء. المرأة السودانية حية بطبعها، محافظة ومكرمة لضيفة وللبيجيها، ومحترمة جدا ومحافظة على أسرتها يعني بطريقة عجيبة حتى الأسر المنتدة بالعادات والتقاليد جدا، ولا تقبل أي شيء يتخطى الحدود يعني بطبيعته، بغض النظر عن مشربة الديني، بغض النظر عن يعني أي غريزة عاطفية يعني نقدر نقول. تماما. المرأة السودانية متشبعة بالآداب والأخلاق والأساسيات. نعم. فطبعا النشأة الصوفية لها الأثر العظيم ليس على شخصية أسماء الشنقيطي فقط، بل عليك المجتمع السوداني ككل. نعم. إنك لما تنشئ على الصوفية بتنشئ بأداب وأخلاق معينة، فالشيخ هو صاحب الورع والأدب والحدود، ويعني إنك إذا تحدثت للكبير عندك حدود، وإذا رحمت الصغير عندك حدود، هو منهج نبوي مطبق بطريقة بسيطة. والجمال الصوفية في إنه عذوبة الأسلوب ده ناتج من النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحب أن يتحدث إلى أصحابه تحدث بسجيته، لم يكن متكلفا ولم يكن منمغا للحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ستة أو سبعة كلمات اختصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أو ثمانية مجلدات من التعاملات. وهذا منهج الصوفية أيضا. نعم. اللي هي بساطة التعامل وسلاسة العلاقة والسهولة والورع والزهد والتواضع، وكلها صفات النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني نقدر نقول إنه التصوف الإسلامي له دور وأثر كبير جدا في حياة المرأة.
السودانية يعني بشكل خاص. تماما. لكن خلينا نتكلم إنه يعني كيف ممكن يكون برضو مؤثر في التعامل، في التربية، في الزواج قبل وبعد، في تربية الأبناء، كل هذه الأشياء وأثر التصوف الإسلامي على المرأة السودانية. طيب، التصوف هو منهج، هو منهج مأخوذ من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وما حياتنا إلا هي تطبيق لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة. الصوفية أثرت في المرأة كما قلت لك في الأدب. فالمرأة السودانية عندها لوالدة وزوجها وأخوانها وأولادها كمان اللي بيكبروا مكانة خاصة. فهم يعني تعاملهم باحترام كامل، كما المجتمع السوداني المرأة فيه تسمع كلام من أكبر منها حتى لو يكون تربط بها علاقة. يعني تبتجدي الجار أو العم أو الخال يمكن أن يمشي كلمته على المرأة السودانية بسهولة. يعني هي تعطي احترام وتقدير لمن هم أكبر منها سنا. المرأة السودانية محافظة على ثوبها وعلى أدبها وعلى يعني الحياء عندها. يعني إذا أنا ذكرت لك فترة يعني أنا بحبها جدا من السودان، فترة أمات شلوخ، النسوان المشلخات دي، دي رائعات، دي نسوان حكيمات يعني أجيبات. نعم. يعني دي اللي عاصروا السجادات الصوفية في زمان الحقيقي، وكان أثر الظاهر فيهم هم أكثر. يعني الواحدة بتكون أسرتها بسيطة واحتمال الزوج ما عنده شيء، ما بتصل أهلها تسألهم ولا بتشكيه ولا بتدخل في وزول، بتربي أولادها ديل بالكسرة بيعوسها ديل بدعوسها هي، واحتمال كمان هي بتكون مشاركة في زراعة أو مشاركة في حرفة تعملها هي عشان تزيد دخل الأسرة. بل يعني إذا جاء ضيوف هي بتكرمهم أكثر مما يكرمون الزوج. نعم. لأنها نشئت على أجواء زي دي، أولاد عندها ديل الرجال ليل لما يوصلوا سن معين هي بتتغتى منهم، مش هم جناها، هي عندها لون احترام معين. نعم. ده كله من شنو؟ من الروح الصوفية الداخلة في أمهاتنا وما تشلوخ المكرومات ديل. نعم. المهينات أكيد. فيعني هم يعني تمثيل حقيقي لتأثير المرأة الصوفية. وبالمناسبة السودان مليء بالداعيات، يعني في الزمن الأول يعني زمن ما تشلوخ ديل في نسوان حافظات وعلمن. عندنا فاطمة أخت أولاد جابر من الشوايقة، مرة كانت عالمة في الدين وكانت يعني لها أثر كبير على نساء المنطقة. وشوفي ناس الغفشاوي في بربر. نعم. يعني النساء عندهم عالمات. والتحية لدكتور عائشة الغبشاوي. نعم. نعم. من أوائل الداعيات السودانيات في مطلع أو في بعض المحبوبات، واللي قدرت بطريقة بحنكة بذكاء إنها توصل الرسالة. أيوة بصراحة توصل فقه المرأة بطريقة راقية وجميلة. جميلة ممتعة يعني الناس خالص جدا. فالمرأة السودانية امرأة عظيمة، لها التحية كل السودانيات المتشبعات بالدين وبالأدب والأخلاق. نعم. يوم التحية. نرجع مرة ثانية لأشواق المحبين وعلى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع السيرة النبوية العطرة ومعاني المديح النبوي وأثره أيضا على الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه الله سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. وقالت السيدة عائشة قيل للنبي ذلك، هذه الآية نزلت في النبي لأنه ما ناداه أحدا من أهل بيته ولو كانت جارية إلا قال لبيك. هو خلقت له الدنيا والآخر. أول نور خلقه الله هو نوره، قرن الله اسمه باسمه قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، وبكل ذلك يتواضع ويقول لمن يناديه لبيك، فقال له الله إنك على خلق عظيم. فهو ممدوح أصلا عليه الصلاة والسلام من ربه. وإن كانت مدح الإنسان لنسبه فهو أولى الناس بالمدح، فالرسول عليه الصلاة والسلام صاحب أعلى نسب، قال أنا من خير قبيلة. وإن كان الوصف الخلقي أو الخلقي يمدح له الرجال فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بمدح الخلق والأخلاق. وإن كان يمدح الرجال لكرمه فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الكرماء. وإن كان يمدح الرجال للسيادة فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد بني آدم وسيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. الصوفية ما أوجدته في المجتمع السوداني مديح النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين بتناولوا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بمفردات من البيئة السودانية. يعني هي مش مفردة من البيئة السودانية، إذا استمع ليها أحد من برا يعني يعجب
بهذه الاختيار المفردات النابعة من محبة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. الشعب السوداني من أكثر الشعوب التي تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ابتدرت لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وبل يعني تخصصوا من ساداتنا الصوفية شيختنا، ومن أبنائنا الشباب، ومن أساتذتنا الكرماء بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعد البرنامج الآن والمنتج الأستاذ عبد الحليم. أيوة عبد الحليم عبد الله، هو رجل مادح للنبي عليه الصلاة والسلام، وعنده كتب يعني، وعنده ما شاء الله مديح كثير، ومؤسس لعدد من 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 يعني فرق الإنشاد الديني النبوي. فتجد الروح المديح دي متواجدة في كل مكان يعني في السودان. نعم. محبين للنبي، وأثر تأثير عميق عليهم. يعني الناشئ ديل بيقوموا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهو لما أنت تقوم وتلقى مدح النبي ده قدامك، أنت ذاتك بتخش فيه، تتأثر. أيوة تتأثر، وبعدين تتشرف وتصبح محب للنبي. أنت إذا قلت يعني أنا لاحظت في الخرام اللي بمشي بدرس فيها النساء، حتى في مؤتمرات أو يعني أماكن جامعة، فلا من أبدأ وأقول الرسول عليه الصلاة والسلام شديد البياض مشرئب بحمرة واسع العينين أذج أقراء أكحلة، تجي الناس دي دموعها بدأت تتغاطر ويتمنوا لو إنهم يصلوك في مكانك. يعني تشعر المحبة الصادقة في النسوان دي للنبي وفي الرجال، ويمسح دموع أنت ذاتك المتحدث تتأثر جدا بهذه المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والله وهو أهل المحبة. نعم أكيد. إذا لم يحب محمد بن عبد الله فمن يحب؟ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كرم الله. وعلى ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الشوق له والشوق للغالي، للحبيب الغالي بالحرمين الشريفين، يعني العمرة على الحج وزيارة أهل السودان، نتحدث عنها. يا سلام. أهل السودان يعني يعني ما فرقوا من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا البحر ده. في أحد من الدراويش قال كمل البحر ده أنا ببيه فبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقدرة الله جعلت لهم بحر بينه وبين النبي، لأنه الناس ذي كمل البحر ده والله ما كان مرقوا من السودان. ما كان. محبون حب عجيب يعني. نعم. عميق. نعم. فالسوداني من هو صغير هو مثلا من يوعى للدنيا يكون همه الأكبر حجة عمرة. حتى انت اذا لقيت ناس يقول لك ادعي لي عليك الله علينا بالحجة والعمرة. الحمد لله نلتها ان شاء الله نوصل ثاني. عليك الله. وبعدين شوف المدحات يا الماشيين للرسول. نعم. ويا النوق الراحل وبلغوا سلام وبلغوا تحية للرسول الله وبلغوا سلامي للنبي. يعني تشعري المحبة الصادقة يعني انهم متمنيين الحج والعمرة لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح. بعد تأدية هذه المناسك يتوجه السودانيين طوال الى المدينة. ويصر إصرار كامل. وشكت لي أستاذة إخلاص لها التحية، هي تملك وكالة الفرسان لسفر السياحة، إنها بدعاني من أنه الحجاج والمعتمرين السودانيين يصروا أن يجلسوا 8 أيام في المدينة، ويزيدها كمان 10 كان لقى طريقة. والتمانية دي قصتها إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة حرم الله جسده على النار. السودانيين ما فوتوها. بعدين مجرد ما يصلوا ساحات النبي، يعني الحمد لله في زيارات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هيبة. يعني السودانيين ما شفتي يعني يكون في ساحات النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرسين السودانيين بكميات مبالغة وتزرف دموع. يعني مجرد ما الطائرة تقول انت في المدينة المنورة تقول متهيئين لزيارة الروضة الشريفة وتتغير ملامح وجههم، ويعني ينجذبوا جذبة لو كان بيدينه ما كان رجعه. صحيح. لكن الظروف والمسؤوليات، والنبي قال ساعة فساعة. نعم. فالعمرة والحج عند السوداني بتمثل حاجة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأنه بتوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه بيجي في الروضة، ولأنه بيسلم على سيد الخلق وبيبلغ سلام الأحد. طبعا أنا دائما يا أستاذة أسماء بكون حريصة جدا إنه أي زول مثلا عارف إنه هو ماشي عمرة أو حج بقول بس طوالي بس بلغ سلام للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني دي بتكون وصيتي المهمة، وصيات كل أغلب السودانيين. تماما. محبة للرسول عليه الصلاة والسلام عميقة. نعم. هي عميقة. عميقة فعلا. خالص يستحق يعني. المحبة. أي أيوة والله يستحق والله سيدي رسول الله مصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق يعني. يا سلام. طيب أستاذة أسماء، الإعلام وأثره في نشر الدعوة تحديدا يعني وجذب الشباب، لأنه إحنا الآن نتعامل مع فئة كبيرة جدا من الشباب، فدور الإعلام في هذه الرسالة تحديدا.
سبحان الله، كان هنالك مؤتمر قبل 4 أيام أو 5 أيام من الآن في قاعة الشهيد في مسجد الشهيد، وكان عن الدعوة. فتحدث دكتور محمد الحبير نور الدايم، الله يعني أفاد وتحدث بطريقة جميلة، وكل المتحدثين كانوا، وكان هناك يعني وجوه من الصوفية الذين نحبهم، مشايختنا كانوا متواجدين، فكانت يعني عندي مداخلة وتماما بهذا السؤال أنت تتحدثي عنه الآن. فإنه أول حاجة كما ذكرت لك سابقا أن الإعلام هو المنفذ الوحيد للدعوة الإسلامية. الدعوة لابد لها من منافذ حتى تصل إلى المدعوين، وأهم منفذ هو التلفزيون، أنا أراه أهم من الإذاعة، وأراه أهم من مواقع التواصل الاجتماعي. رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نكون واضحين بأنه هي عند أثر كبير على الشباب، لكن أنا أتحدث عن طريقة عن التلفزيون. لماذا؟ لأن التلفزيون يساعدك بما فيه من الإمكانيات إنك تستطيع أن تستقطب من تريد. صحيح. إمكانيات الكاميرات والحركة والزوايا والإضاءة والخلفيات والمؤثرات الصوتية والموسيقى وغيرها، تستطيع أن تصنع أجواء راقية لاستقطاب من أريد. وأنا لا أرى إنه في أحد مهم بالنسبة لنا في الدعوة كالشباب. صحيح. لأن الإسلام قام بالشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرني الشباب حين خذلني الشيب، والرسول عليه الصلاة والسلام ركز عليهم وأحبهم وقربهم. وإياك أن يخبروك يوما أيها الشاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاسيا أو خشنا أو صعبا أو متمسكا، كان لينا، كان هينا سهلا. الإسلام ما منظر، ما دقن ولا علامة الصلاة ولا ثوب قصير. النبي قال ها هنا وأشار إلى القلب. نعم. وقال الله في القرآن إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب ونقاء الروح هي أهم مميزات الإنسان المسلم، بغض النظر عن الهيئة عن اللون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرق، لا 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 خيرة لعربي على عجم ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. والتقوى أين؟ في القلب. فالمنهج الإسلامي هو أرغى منهج للشاب، بعيدا عن التعصب، بعيدا عن التمسك. أنا أرى وأوجه كلامي للسادة العلماء والأئمة أن ما حدث من عذوب في شبابنا عن الدين الإسلامي يرجع لهم هم. نعم. ويرجع لنا نحن، طريقة وأسلوب الدعوة نفسها. أيوة. يعني أنت حينما تطرح لشاب متعامل مع السوشيال ميديا، يعيش أوضاع معينة، أفكار معينة، فترة زمنية معينة، حينما تطرح له طرح التقليدي، تأكد تماما سوي غير الغنى. تأكد تماما أنه تعود على السرعة، على الإضاءة، على الحركة، على الأصوات. لابد للدعاء والعلماء أن يستفيدوا مما ظهر من الآليات الحديثة في الدعوة حتى أستطيع أن أستقطب. والله الشاب السوداني من أفضل الشباب، ويبين ذلك ما حدث في الثورة. نعم. شوف الشباب ديل ويقفوا أشعلوا شرار، والله يعني ليهم التحية والتجلة والإكرام. شبابنا اللي ويقفوا زي الأسود، والله يذكرونا بناس عبد الفضيل الألماس. نعم. وعلي عبد اللطيف بتاريخ السودان، قابلوا السلاح ده بصدور بطون خاوية. نعم. وصدور يعني، ونسأل الله الرحمة للشهداء. نعم. يعني ربنا يتقبلهم إن شاء الله، وإن شاء الله في الجنان يعوض شبابه، ويصبر كل الأمهات ولهم. والله قلوبنا معاكم، بكينا معاكم، والله وحزننا معاكم، لأنه يعني شباب ويجي في الوقفة دي في القيادة وبالأدب والإحترام لأخواتهم المعاهم، ده شباب واعي تماما، واعي كل ما يحتاج له إنه بس طريقة أيوة أو أسلوب لجذب واستقطاب لجذبه. نعم. حتى نصل يعني بسوداننا ده للخير اللي احنا متوقعينه. ده كده متمنين ان شاء الله في عام جديد ان شاء الله 2020 سنه تكون سعيده وجميله على السودان، على شباب السودان ان شاء الله. بفضلكم اكيد وبكرمكم وبطريقه الدعوه اكيد بفضل الله سبحانه وتعالى. انا شكرا لك كثير جدا كثير جدا استاذه اسماء، وشنقيت على هذه المساحه متخصصه في السيره النبويه، بالاضافه لانك انت عضو مجلس امناء جمعيه البهاء. ولابد لنا من تحيه دكتور بهاء الدين عبد القادر التوم، ذاك الرجل العملاق يعني والمساعد دائما في الأمام لكل الأسر السودانية. والله ومن حر ماله يعني أقام هذه المنظمة وراء عدد كبير من الزيجات، ويعني يتدخل في الزواج تدخل شخصي. نعم. كرامية منه يعني، وراء كثير من الأرامل له التحية
لكل الطيبين والكريمين في وكل العاملين في الخير. نعم اشكرك لك كثير جدا استاذه اسماء الشنقيطي، وبكده بتكون انتهت حلقه اليوم من برنامج الموعد. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا، وانا اكيد متاكده واثقه تماما بانكم استمتعتوا برفقه هذه السيره العطره، سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم. دون خاطركم، ولغايه ما نتقابل اكيد في محطات قادمات وحلقات اخرى، تحيه فريق العامل لهذا المساء، وفي امان الله اقعد عافيه.